أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ينزل الملائكة بالروح صدق الله العلي العظيم. لا شك في أن الملائكة والروح تتنزل في ليلة القدر في عصر النبي صلى الله عليه وآله على النبي، وفي عصر كل إمام على إمام ذلك الزمن، هذا لا شك فيه. كما لا شك في أن الروح هو مخلوق عظيم وليس هو من الملائكة، مخلوق له قابليات أعظم وأكبر بكثير من قابليات الملائكة. هذان أمران لا شك فيهما، إنما هناك أمران يحتاجان إلى بحث وتحقيق في النصوص الشريفة. الأمر الأول: ما هو الروح؟ ودققوا، قلت ما هو الروح، ما قلت ما هي الروح. الروح الموضوعة في نفس الإنسان هذه في اللغة العربية تأتي بصيغة المؤنث، نقول خرجت الروح، ولكن هذا المخلوق الذي هو مخلوق أعظم من الملائكة، أعظم بكثير من الملائكة، هذا المخلوق يأتي في اللغة العربية بصيغة المذكر، هذا شيء آخر. ما هو الروح؟ هذا الموضوع تحدثنا عنه قبل سنوات بالجمع بين الروايات الشريفة، توصلنا إلى نتيجة لعلها هكذا تكون، أن الروح هذا المخلوق العظيم جدا، هذا المخلوق الذي يتضمن إمكانيات ضخمة أضخم وأعظم من إمكانيات الملائكة، هذا المخلوق هو
شيء في كيان أهل البيت صلوات الله عليهم. ومحله الطبيعي في السماء هو أين؟ هذا موضوع آخر. محله الطبيعي في السماء في كيان أهل البيت، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لهم كيان كبير جدا. القضية لا تتحدث في أجسامهم الطاهرة، جزء من كيان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو هذا الروح، وموقعه الطبيعي، لا أقول الفعلي، موقعه الطبيعي في السماء. هذا أمر تحدثنا عنه ببعض التفاصيل وذكرنا بعض الروايات الشريفة، لا أريد أن أعيد. الأمر الآخر، هذه الآية المباركة التي توجنا بها الحديث، الآية الثانية من سورة النحل، ينزل الملائكة بالروح. كلمات القرآن الكريم كل كلمة بأعلى درجات الدقة. هذه الباء في هذه الآية المباركة، ينزل الملائكة بالروح، الباء ما هي؟ ما الذي نستفيده من هذه الحرف؟ هنا احتمالات. الاحتمال الأول، يعني من جملة الاحتمالات، الاحتمال الأول أن الباء تكون باء سببية، يعني الذي ينزل الملائكة الواسطة، السبب في نزول الملائكة قوة جاذبية معنوية للروح. الروح الله عز وجل، أو أمر الله عز وجل المذكور في الآية السابقة، أتى أمر الله، الله عز وجل أو أمر الله عز وجل ينزل الروح ينزل الملائكة بواسطة الروح، بقوة جاذبية الروح. الروح هذا مخلوق قوي جدا، له جاذبية، ليست جاذبية مادية مثل جاذبية الأرض، له جاذبية معنوية كبيرة. هذه الجاذبية هي التي تنزل الملائكة مليارات، لعله مليارات الملائكة. هذه الجاذبية هي التي تنزل الملائكة، جاذبية الروح في ليلة القدر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في الباء، أنها تكون بمعنى أن الملائكة التي تنزل في ليلة القدر هي لأجل الروح، لأجل أن ينزل الروح. كما لو أردنا أن نمثل مثالا ماديا، كما نقول الشركة الفلانية أرسلت الطائرة بالشخصية الفلانية العالمية. أرسلت الطائرة بالشخصية، يعني ماذا؟ يعني الطائرة صارت حاملة لهذه الشخصية. الروح شيء عظيم جدا لا شك فيه، إذا كان هو أعظم من جميع الملائكة، وفي الملائكة جبرائيل، جبرائيل العظيم الذي لا نتمكن أن نستوعب واحد من مليار من عظمة جبرائيل، جبرائيل العظيم من الملائكة وهو سيد الملائكة طبعا. الروح أعظم بكثير من الملائكة. هذا المخلوق عندما يريد أن ينزل من أي مكان إلى أي مكان، أو أصلا القضية لعلها ليست قضية مكانية، قضية درجة معنوية، انتقال معنوي لا انتقال مكاني، هذا أيضا محتمل في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح في سورة القدر. تنزل الملائكة والروح، احتمال أنه النزول لا يكون نزولا من مكان إلى مكان، إجمالا أي شيء كان.
هذا المخلوق العظيم وهو الروح يريد أن ينزل الله عز وجل أو أمر الله يريد أن ينزل هذا المخلوق، هذا يحتاج إلى مرافقة مليارات من الملائكة، هذا شيء عظيم جدا. توابعه يلزم أن يكون محيطا به مليارات من الملائكة. هذا الاحتمال الثاني أيضا في الاستفادة من حرف الباء. إجمالا الآية آية تتضمن شيئا كبيرا، هناك احتمالات أخرى لا أريد أن أطيل. على مشارف ليلة القدر، هذه الليلة الاستثنائية، الله عز وجل في سورة القدر يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر، كل شهر 30 يوم، 1000 شهر يعني 30,000 يوم. الليلة هي تشكل نصف، لا أقول نصف بالدقة، تشكل نصف اليوم، 30,000 يوم. اليوم يتشكل من ليل ونهار، يعني أكثر من 60,000 ضعف. ليلة القدر قيمتها أكثر من 60,000 ضعفها. أكثر، لماذا أكثر؟ لأن الآية المباركة تقول خير ليلة القدر بمقدار 1000 شهر، لا، ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا المعنى عادة ما نفسره في أذهاننا بثواب الأعمال، العمل في ليلة القدر ثوابه يتضاعف إلى أكثر من 60,000 ضعف. التفسير ليس خطأ، صحيح، جانب من الآية المباركة مرتبط بالثواب، ولكن إطلاقها يستفاد منه أن القضية ليست فقط في الثواب، كل شيء في هذه الليلة، كل خير في هذه الليلة يتضاعف إلى أكثر من 60,000 ضعف. يعني ماذا؟ يعني حتى الآثار المعنوية في الدنيا أيضا تتضاعف. لعل هذا هو المستفاد من إطلاق الآية المباركة، يعني أنت عندما تدفع صدقة في ليلة القدر أثر هذه الصدقة، لا أقول فقط ثوابها، أثر هذه الصدقة في الدنيا أكثر من 60,000 ضعف الصدقة. يعني أنت عندما تقرأ تدعو الله عز وجل، تطلب من الله سبحانه وتعالى العافية في ليلة القدر، تأثير هذا الدعاء حتى من الناحية الدنيوية، تأثير هذا الدعاء أكثر من 60,000 ضعف هذا الدعاء في وقت آخر. الآثار الدنيوية، الآثار الأخروية، والثواب أيضا، يعني كلها تتضاعف، ليس فقط الثواب يتضاعف، الثواب يتضاعف، ولكن الآية المباركة ليست خاصة بالثواب. كل شيء، كل عمل خير في ليلة القدر أثره، الأثر من الثواب، نعم، الأثر من الآثار الأخروية غير الثواب، هناك آثار أخروية، الأثر من الآثار الدنيوية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأعمال الخير، هذه كلها تتضاعف، هذا الكم الهائل من المضاعفة. بناء على ذلك دققوا في هذه النقطة، وردت روايات شريفة مستفيضة أن الصلاة الفريضة عند قبر الحسين تحسب حجة، والصلاة النافلة عند قبر الحسين تحسب عمرة. هذا الشيء ورد في مستفيض الروايات الشريفة.
ولكن هناك رواية شريفة أخرى نقلها المفيد في المزار، نقلها ابن قولويه في كامل الزيارات، نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب، نقلها ابن المشهدي في المزار، نقلها ابن طاووس في المصباح، مصادر عديدة عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، رواية مفصلة عن زيارة الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. في مقطع من هذه الرواية الشريفة يقول الإمام صلوات الله عليه بعد أن تزور، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم تمضي إلى صلاتك، ولك بكل ركعة، لا بكل صلاة، بكل ركعة، ولك بكل ركعة ركعتها عنده كثواب من حج 1000 حجة واعتمر 1000 عمرة وأعتق 1000 رقبة وكأنما وقف في سبيل الله تعالى 1000 مرة مع نبي مرسل. اللهم صل على محمد. الركعة الواحدة عنده، عنده يعني ماذا؟ يعني في الحرم الشريف، يعني في الصحن الشريف، يعني خارج الصحن الشريف، كل مكان يعتبر عند الحسين، خصوصا إذا كان ازدحام. المكان الذي يمتد الازدحام إلى أين يمتد؟ هذا عند الحسين. بل لعل الكلمة تشمل حتى بعض المناطق في مدينة كربلاء أساسا، خصوصا المناطق القريبة إلى الحرم الشريف، هذا لعله يعتبر عنده. ظاهر الرواية الشريفة، رواية مفصلة طبعا، أنها تتحدث عن الوضع العادي، الوضع غير الخارق غير الاستثنائي، يعني في الأيام العادية، في الوضع الطبيعي. هذا ثواب من صلى عند الحسين عليه الصلاة والسلام. فإذا وفق أحد أن يصلي عند الحسين عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر، هذا الثواب اضربه في أكثر من 60,000 ضعف، انظر ماذا تخرج النتيجة. كثواب 1000 حجة و1000 عمرة. وألف رقبة، عتق رقبة، 1000 وقفة في سبيل الله مع نبي مرسل. هذا الركعة الواحدة اضرب هذا الثواب في ليلة القدر في 60,000 ضعف. هنيئا ثم هنيئا لزوار الحسين في ليلة القدر، هنيئا له من يوفق لهذا الشرف العظيم، لهذا التوفيق العظيم، ليس فقط شرف، هذا توفيق، هذه عزة، هذه كرامة، كرامة. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، من يقول هذا الكلام؟ الزائر، هذه في زيارة، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يكرم بعض الناس، بعض المؤمنين، بزيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. المطلب الأخير، وهو مطلب غاية غاية في الأهمية، وهو: ما الذي يلزم أن نبحث عنه في ليلة القدر؟ في ليلة القدر المؤمنون يعملون أعمال صالح، واجبات، مستحبات، أشكال من الأعمال الصالح عظيمة جدا جدا جدا، ولكن ما هو الشيء الأساسي الذي يلزم أن نبحث عنه في ليلة القدر؟ أن نحاول
حصول ذلك الشيء في ليلة القدر، حصول ذلك الشيء في كل عمل عمل يأتي به الإنسان في ليلة القدر. عن ماذا يلزم أن نبحث؟ في أعمالنا الصالحة، روح هذه الأعمال الصالحة ما هي؟ الأساس في أعمالنا في ليلة القدر، في كل أعمالنا، عندما تزور الإمام سيد الشهداء، عندما تقرأ دعاء، عندما تصلي، عندما ترفع المصاحف، عندما تتصدق في سبيل الله عز وجل، عندما تقرأ القرآن، في كل الأعمال الأساس هو شيء واحد، روح هذه الأشياء هذه الأعمال شيء واحد، وهو تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. أنا لماذا أصلي هذه الصلاة؟ إلهي أريد رضاك. لماذا أقرأ القرآن؟ إلهي أريد رضاك. تحصيل رضا الله عز وجل، شرحنا في الفترات الأخيرة أن رضا الله سبحانه وتعالى هو رضا محمد وآل محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إثنينية بينهما، لا أن رضا أهل البيت هو ملازم لرضا الله، رضا الله هو ملازم لرضا أهل البيت، ليست إثنينية، هو شيء واحد. رضا الله هو رضا فاطمة، رضا الله هو رضا صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء، هو تحصيل رضا الإمام. هذه الروح للعمل يلزم أن ننتبه إليه، أن الروح هذا العمل هذا الشيء، أي عمل، لا تكون إلى حد ما تعود عادة، لا، أنا الآن أريد تحصيل رضا صاحب الزمان، أقرأ القرآن تحصيلا لرضا هذا الشيء. هذه النقطة قد يغفل عنها، بل الإنسان أحيانا يسمع الشيء ليس شائعا والحمد لله رب العالمين، ولكن أحيانا الإنسان يسمع أن البعض لأجل أداء بعض المستحبات قد يرتكب والعياذ بالله تعالى بعض الذنوب، يريد أن يدعو دعاء بتوجه في ليلة القدر يؤذي أهله، يؤذي إيذاء محرما، لا أقصد الإيذاء غير المحرم، لا، إيذاء محرما أحيانا بسبب أنني أريد أن أقرأ هذا الدعاء، بسبب أنني أريد أن أؤدي هذا المستحب. يتبين أن الروح الشيء خفيت على الشخص. إذا كان الإنسان طالبا لرضا الله عز وجل وهو رضا صاحب الأمر أرواح نافذة، رضا الإمام حتما لا يكون في شيء محرم، واضح بديهي. يتبين أنني غفلت عن روح الشيء، عن روح العمل. لا تكون عادة، العادة تجر الإنسان إلى شيء ظاهري فاقد للروح. روح هذه الأعمال، ما الذي أطلب؟ إلهي أريد رضاك. رضاك أين؟ رضاك هو رضا صاحب الأمر، تحصيل رضا الإمام في كل عمل. هذه اللحظات الثمينة، طبعا هذا الموضوع مرتبط بكل أيام السنة بكل أعمالنا الصالحة، ولكن في ليلة القدر هناك استثناء. ليلة القدر كل ثانية من ليلة القدر، كل ثانية في ليلة القدر التعبد فيها أثمن من أن تتعبد في ليلة من أول الليل إلى أذان الفجر في ليالي أخرى. ليلة جدا ثمينة، استغلال استفادة من هذه اللحظات في تحصيل هذا المغز، هذه الروح، هذه المغزى نحصل عليها، رضا صاحب الأمر أرواحنا فداه. طبعا
يلزم أن لا ينسى الإنسان الدعاء للإمام، خصوصا في ليلة القدر، الدعاء لتعجيل فرجه الشريف، الدعاء له لنفسه، الدعاء كيف بأي كلمة صدرت منك عادي، حسب طريقتك اطلب من الله عز وجل لصاحب الأمر أرواحنا فداه، أي شيء أي خير. نعم إذا كان الدعاء واردا، كما هناك أدعية عديدة واردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الكلمات الواردة عن أهل البيت طبعا أدق طبعا أعظم، إذا كان الدعاء بالكلمات الواردة عن أهل البيت لصاحب الأمر روحنا فدا فأحسن، ولكن الإنسان لا ينسى الدعاء لإمامه، فهو صلوات الله عليه أوجب حقا على الإنسان من أي شخص يدعو له، وهو أحق بدققوا أوجب حقا وهو أحق بالدعاء له من أي شخص آخر، وهو أشد مظلومية من أي مظلوم تدعو له. خصوصا الدعاء الذي ورد أن الإنسان يكرره في ليلة القدر وفي أيام السنة، دعاء اللهم كل وليك، هذا الدعاء ورد أن الإنسان يكرره، لا يدعو بهذا الدعاء مرة واحدة، يكرر هذا الدعاء في حالات مختلفة في ليلة القدر وغير ليلة القدر. الرواية الشريفة كما وردت في التهذيب محمد بن عيسى بإسناده عن الصادقين صلوات الله عليهم عبارة الرواية هكذا: كرر في ليلة 23 من شهر رمضان، هذا الدعاء كرره، طبعا أدع به لا تقرأه فقط، القراءة فيها بركة، أدعو يعني أطلب، أنت إذا عندك مريض كيف تطلب من الله عز وجل شفاء مريضك؟ أدعو بهذا الدعاء لصاحب الأمر الروح نافذة، كرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. فقط في ليلة 23؟ لا، وفي الشهر كله، كل شهر رمضان. وكيف أمكنك فقط في شهر رمضان؟ لا، ومتى حضرك من دهرك يعني من عمرك؟ في كل الأوقات. هذا الدعاء كرره، هذا الدعاء دعاء مركز عليه. ومتى حضرك من دهرك تقوله بعد تمجيد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، تقول اللهم كن لوليك إلى آخر الدعاء المشهور. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات مولانا وسيدنا صاحب الأمر بمقامه عنده أن يرزقنا رضاه، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج إمام زماننا، اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.